احنا ما كنعتبروش نفوسنا حتى تيار، احنا كنعتبروا نفوسنا مناضلين في حزب، وكنعتبروا القياده هذيك الزعامه هما دخلاء ومحتلين للحزب، كنعتبروهمش قياده، هذوك دخلاء لان واحد نحرف سياسيا ونحرف تنظيميا وما بغى يحتكمش القواعد الديمقراطيه، اش غدير به؟ الناس داخل الاحزاب تتحاور ويقول اريد الحوار ويطرد الناس، والطرد اللي كيدير ماشي طرد، كيقول طرد 40 ولا شي حاجه ولا 5، كيقول طرد 40 ولا شي، وهو راه طرد 100، لان الناس منين قلبوا في اللجنه الاداريه ديال الاخيره على البارج ديالو تلقاوش، معناه انه كان يريد ان يعرف الناس ويعرف الراي العام وتعريف الدوله انه راه هو عنده اللجنه الاداريه، فاذا به تعرى وتبين انه ما كانش عنده حتى 30 اتحادي الفوق. اذا هذا اش غيدير العاجز؟ لا يمكن يقوم باي شيء لانه ما عنده لا فكره ولا لا قدرات، ما عنده لا فكر ولا تنظيم، دابا كيف سيفعل ذلك؟ كيف اش غيدير؟ هو تيقول لك، هو تيقول لك دابا اخر ما قال، قال لهم انا بغا يدير حوار وطني والمغضوب والغاضبين يرجعوا، واللي داروا اخطاء يقدموا نقداتي، هو اللي خصو يقدم نقداتي وينصرف. الغاضبين منه حتى الذين خرجوا من الحزب، خرجوا من الحزب بضغط منه وبإكراه، لأنه مسهم في حريتهم وفي كرامتهم وأراد استغلالهم بشكل بشع. أما اللي كيواجهوا الداخل، هذوك راه ما ديناش فيه، لأن تنعتبروه لا يمثل شيئا. مش كاين المجتمع، كاين شي واحد كيبغي يدرس الشكر ولا الحبيب المالكي؟ ما كاينش شي واحد كيبغي يصلح حتى يشوف اسم حتى الصوت ديالهم ولا يشوفهم في التلفزيون.